الشيخ ربيع يعني من 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 المشتغلين بالعلم في هذا الزمان، وله جهود جيدة وجهود عظيمة يعني في الاشتغال بالسنة، وكذلك التأليف له كانت له تأليف جيدة وعظيمة ومفيدة، ولكنه في الآونة الأخيرة انشغل بأمور ما كان ينبغي له أن ينشغل بها، وكان ينبغي له أن يشتغل بما كان عليه أولا من الجد والاجتهاد يعني في الكتابة المفيدة. وفي الآونة الأخيرة يعني حصل من بعض أمور لا نوافقه عليها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لكل خير، وأن يوفق الجميع لما تحمد عاقبته. وأنا لا أطعن فيه ولا أحذر منه، وأقول أنه من العلماء المتمكنين، ولو اشتغل بالعلم ويعني جد فيه ولأفاد يعني كثيرا، وقبل مدة يعني كانت جهوده أعظم من جهوده في الوقت الحاضر. فأنا أعتبر الشيخ ربيع من العلماء الذين يعني يطمئن إليهم وفائدتهم كبيرة، ولكن كل ما يأخذ من قوله ويرد، وليس أحد من معصوم، ونحن نخالفه في بعض الأمور التي حصلت لا سيما في هذا الزمان من ما حصل من الفتنة التي انتشرت وعمت، وصار طلاب العلم يتهاجرون ويتنازعون ويتخاصمون بسبب ما جرى بينه وبين غيره، حيث انقسم الناس إلى قسمين وعمت الفتنة وطمت، وكان عليه وعلى غيره أن يتركوا يعني استمرار يعني هذا الذي حصلت فيه الفتنة، وأن يتركوا الزيادة والاستمرار يعني في ذلك، وأن يشتغل الكل بالعلم النافع دون هذا الذي حصل فيه التفرق وحصل فيه التشتت. وأسأل الله عز وجل الجميع التوفيق.